هلو هلو في الجزء الثاني من الحلقة اللي ابتديناها مبارح في حلقة عزومة أكل مصري بامتياز. مبارح ابتدينا نحضر للعزومة دي وحشنا أكل العزومات، عزومة مصرية أصيلة زي ما شفنا في أول الحلقة. المنيو محشي على أصوله، جنبه فراخ متحمرة، ممبار، كفتة مشوية، ملوخية، شوربة لسان عصفور، وهنعمل كمان سلطة، وهنعمل هقدمها جنب بتنجان مخلل. امبارح في الحلقة اللي ابتدينا فيها التحضير عملنا خلطة المحشي والمحشي وسوينا المحشي. بصوا خلاص أنا طفيت النار عليه، بناخد كده سكينة وبنشوف الخضار استوى ولا لا. شايفين بالسكينة كده نشوف كل انواع الخضار تدخل السكينه بسهوله، الرز اتفلفل وخلاص بنخليه مطفي ومتغطي، وده بيخليه يستوي احلى. عندنا هنا كنا حضرنا برضو خلطه الممبار، طريقه حشي الممبار، طريقه سلق الممبار، ارجعوا لحلقه امبارح موجوده على اليوتيوب، هتلاقوا برضو صور الوصفات على الفيسبوك ميشو تي في واللينك اللي يوديكم للحلقه. وسلقنا الممبار بطريقه من غير ولا خيطناه ولا ربطناه، ازاي نخليه مقفول بالناحيتين دول بكل سهوله بخطوه بسيطه جدا. خلاص هو كده اسرار سلق الممبار هتشوفوها في حلقه امبارح موجوده على اليوتيوب وموجوده على الفيسبوك. هنطلع الممبار ونخليه يبرد علشان نحضره للقلي، لازم يتقلي يبقى سخن وفرش وبيلمع وقت التقديم. حطينا مطيبات للممبار في مية السلق، فلفل اسود، وحطينا كمان بصل، وحطينا ورق لورا، وحطينا مكعب مرقة. اسهل طريقة ممبار واشهاها الصراحة. ولا شوفوا انا طلعتهم كلهم، ما خسرناش ولا واحدة. ازاي نغليه صح، ازاي نوطي الحرارة، وبعدين نسيبه يبرد خالص قبل ما نحمره. دلوقتي كمان كنا سلقنا الفراخ، ازاي نسلق الفراخ صح من غير ما نطلع ريم خالص. الشوربة دي كده ما شلناش منها معلقة ريم، حمرنا الفراخ بزيت لورو كويس من الناحيتين، حطينا المطيبات على الزيت بعد ما الفراخ اتحمرت، بصل، قرفة، جزر، عود قرفة حطينا كله صحيح، فلفل اسود صحيح، حبهان، ورق لورا، وشوحناهم. بعدين حطينا مية مغلية، فيش زفارة بتطلع خالص، الشوربة ريحتها تجنن. ناخد الفراخ بعد ما اتسلقت. كنا امبارح استخدمنا تسبيكة المحشي اللي قلنا بنعملها وبنحطها بالفريزر عشان نرجع نعمل المحشي بسهولة بأي وقت. ارجعوا شوفوا الحلقة لتسبيكة المحشي. واستخدمنا التسبيكة مع المية ومكعب مرقة، سقينا فيها مرقة المحشي، ما حطيناش صلصة، استخدمنا نفس التسبيكة. نشيل شوية برضو من التسبيكة وندهن بيها الفراخ. كده احنا عملنا التسبيكة، استفدنا منها بثلاث أماكن. عملنا فيها الحشوة، حطيناها مع مرقه تسويه المحشي، وهنتبل فيها الفراخ اللي هي مستويه مجرد تتحمر بالفرن. بنحط الهاند بلندر عشان البصل ما يتحرقش، ننعمه فبنضربها كده. ممكن تستخدموا صلصه وتحطوا لها بهارات، بس انا هنا هحط نقطه زيت، استخدم زيت لورو، انا هنا ماليه الازايز بزيت لورو، نقطه زيت عشان اخليها بتلمع، تديني كده فرد سريع بالفرشه. وهي واخده الملح والبهارات، عندنا فيها بهار مشكل وهو فلفل اسود وملح وكمون، وممكن تحطوا كمان كزبره لو حابين وشطه، ده لو حطيتوها مع الصلصه. نعملها بيوريه كده وبس. وبعدين بناخد بالفرشه الفراخ اللي سلقناها وبندهنها. شايفين ازاي استفدنا تسبيكة المحشي في كذا مكان في الوصفة. ندهن الفراخ كويس. لو ما كنتش فرمتها بالهاند بلندر كان البصل وهو بيتحمر تحت الشواية اتحرق لأنه قطع كبيرة. كده أسهل وطعمها هيبقى أحلى. هنحطها جوه الفرن لأنه هي بردت، فهنحطها على مروحة، الحرارة من فوق ومن تحت ترجع تسخن وتاخد التحمير. الخطوة دي في العزومة ممكن نحضرها ونركنها على جنب، وقبل التقديم بربع ساعة ندخلها الفرن تاخد لون حلو. وإذا التسبيكة وصفتنا للحشوات هتلاقوها بحلقة اللي اتعرضت امبارح وموجودة على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. هدخل الصينية دي الفرن زي ما اتفقنا على مروحة، ونطلع فاصل ونرجع هنعمل ايه في باقي الحلقة. هنعمل مع بعض شوربة لسان عصفور من المرقة أو الشوربة الخطيرة اللي عملناها مع بعض، وهنعمل كمان كفتة
كفته شهيه. بصوا الكيلو هيرمي لنا كميه كفته مع طبق الممبار لما يتحمر لاحلى عزومه. استنونا. يلا نكمل سفرتنا النهارده. قلنا هنعمل جنب الممبار والمحشي هنعمل شوربه لسان عصفور. سلقنا فرختين قسمناهم من صاص وخدنا شويه من الشوربه هنا للملوخيه. هقول لكم برضو اسرار الملوخيه امتى وقد ايه بنضيف الشوربه عشان تطلع مظبوطه معانا. هنا الشوربه بتغلي. هنحمر لسان العصفور. ما بحبش ابدا الشوربه تبقى مش متحمر لسان العصفور، بيدي طعم مش حلو خالص، بيدي طعم مكرونه مسلوقه عاديه، هو بالاخر مكرونه فبنحمره شويه. انا بس بياخد شويه وقت حمرته، فبرضه ممكن بالعزومات تحضره زي ما انا عامله كده عشان ننجز في الوقت. في حاجات بنحضرها ساعات في العزومات بدري. هحط لسان العصفور كميه منه مع الشوربه، بحب دايما بالاخر برضه احط لها فريش كده بقدونس، ونخليه يغلي غلوتين ثلاثه، بعدين نطفي النار. ليه بقى؟ لانه بنقعد نغليه لحد ما يستوي، بعدين بنركنه على جنب فبتبوش قوي. اول حاجه التحمير، مش هخليها تبوش جدا، دي من الحاجات برضو لو حطيتوه مسلوق عادي كده بيتقل الشوربه، بينزل النشا وبيبوش جامد. لما نحمره ما بيبوش لسان العصفور، وبنفس الوقت لو حمرناه برضو ركناه كتير بيتقطع كده بيجلد. فاحنا هنخليه يغلي غلوتين وبعدين على نار هاديه او نطفيه لانه بوتاجاز الكهرباء بيفضل سخن لحد ما نقدمه يكون سواء مظبوط 100%. اذا اسرار الشوربه الصح هتشوفوها بحلقتنا اللي عملناها امبارح، الجزء الاول من العزومه موجود على اليوتيوب وموجود على صفحتنا على الفيسبوك، اللينك تحت الصوره هتلاقوا في اول كومنت، اول المقادير جنب الصوره واول كومنت اللينك اللي يوريكم ازاي تعملوا الفراخ. تعالوا نروح على الكفته. قلنا بكيلو لحمه مفرومه هنعمل كفته، هنعملها صغيره كده. اوكي، في العزومات الواحد ساعات بياخد قطع كبيره من حاجات وبعدين بيفضل في الطبق، لا احنا نعملها كور من الاول والولاد هيحبوا شكلها وتبقى سهله الواحد ياخد قد ما هو عايز. عملناها ازاي؟ خدنا اللحمه المفرومه حطينا لها بصل بشرناه وخدنا ميته على جنب. هقول لكم هنعمل ايه بالميه. هنستخدم الميه علشان نكور فيها، زي ما بنحط طبق ميه ونكور كفته، لا هنستخدم ميه البصل. هنديها بهار مشكل شويه، هنديها طعم التدخين برضو، سر في البيت هنعمله بالفحم يدينا طعم التدخين. سنة حبهان، أقل حاجة الحبهان بقى يدوبك كده ربع المعلقة، وهنحط لها شوية بصل بودرة، يعني خلينا نقول على الكيلو معلقة بهار مشكل، معلقة بصل بودرة، ربع معلقة حبهان، وطبعا هنديها الملح. الفلفل الأسود هنا موجود مع خلطة البهار المشكل، وهنعجنها كويس. ويفضل اللحمة تبقى باردة، يعني حاطينها في التلاجة وعشان يفضل فيها يعني تدينا الشكل، ما تتراش لما تبقى دافية وسايبينها بره كتير مش هتتشكل معانا كويس. أنا دي ضرباها ضربة بالكبة بعد ما جبتها من الجزار عشان تديني العرق، شايفين العرق ده؟ مجرد نحطها بالمفرمة بالكبة تلف لفة كده هتديني عرق حلو. نخلطها كويس وبعدين نحط إيدينا بمية البصل ونشكلها كور. المية بتساعدنا زي الكوبيبة برضو لما نيجي نعمل الكوبيبة انه نشكل كويس. دي برضو ممكن نحضرها قبلها بيوم ونحطها في التلاجة، مفيش داعي فريزر، تتشمع وتشد ونطلعها على التحمير. دايما شوفوا في العزومات اللي ممكن تحضر قبل بوقت، الحشوة، الصوص مثلا، التسبيك، عشان يوميها يوم العزومة ما يبقاش علينا حاجات كتير جدا. نقطع السلطه يوميها مش قبلها بيوم، نحطها في الثلاجه زي ما انا عامله، نطلعها على التقديم، ما خليش وقت الغرف هو وقت صعب ووقت يبقى فيه دربكه كتير في المطبخ. اذا بنشكلها على شكل كور وبعدين تعالوا اهو نشوف هنحمرها ازاي. هنا في طاسه على النار هنحط زيت لورو. النهارده عزومتنا كلها بزيت، عزومه خفيفه. عايز اقول لكم انه في العزومات ساعات كتير كمان بيبقى في ناس ما بتقدرش مثلا، عندها مشكله في القولون، عندها مشكله في الهضم، بنحط زيت وما بنكترش سمنه، يعني حسب طبعا لو احنا عارفين مين الضيف. حرارتها عاليه قوي دي، هوطي النار او اطفيها ابردها شويه.
فبنعمل هالاكل خفيف مش متسبك قوي بالدهون، علشان احنا مش عارفين مين. لو انا مش عارفه عندي عزومه عدد كبير زي انا 15 20 شخص، خلينا انه نبقى الاكل خفيف. هنحمرها في الطاسه، كنترول فكروني نبص على الفراخ، وهنديها طعم الشوي على الفحم. بعد ما تاخد لون من كل الجهات هنديها الفحمه ونغطيها، وبالمره تكمل سوا كده وتستوي كويس بعد ما تاخد التحمير. اذا دي ممكن نحضرها قبلها بوقت ونحطها في الثلاجه، هتنحط اللي لسه عاملينهم دلوقتي. شايفين على طول الحراره الصح بياخدوا لون في ثانيتها. طيب تعالوا نبص على الفراخ في الفرن. احنا ليه ما حطيناش الشوايه على طول؟ اهي ما حطيناش الشوايه لانه هي كانت بردت، فحطينا مروحه. المروحه بتضمن لنا انها تسخن، وباخر مرحله قبل التقديم ممكن نشغل بس الشوايه من فوق، نديها نقطه زيت كده تلمعها شويه ونحمر الطبقه اللي فوق، بس خليها تسخن وتبقى كانها لسه طالعه حالا من الشوربه. هنا احنا هنبتدي نقلب، ارجع اعلي الحراره. اينا كده مش عايزين نكسر الكفته، نبتدي نقلب نديها لون حلو. اذا اتفقنا انه دي بتتعمل، وعايزه اقول لكم حاجه، دي انا ضايفه لها بقري وضاني، يعني ثلاث ارباع لحم بقري وربع لحمه ضاني عشان تديني الدسامه الحلوه بتاعت الحاتي. تعلمنا برضو ازاي ندسم ونحلي طعم حشوه الممبار. الممبار اللي قدامنا اهو اللي هو سيبناه يبرد عشان التحمير. حطينا اول ما حطينا اللي نعمل الحشو حطينا زيت لورو وشويه دهن مفروم ناعم ضاني، قلبناه معاه وبعدين كملنا الحشوه. طالعه ريحتها تجنن، والكفته برده ريحتها طالعه تجنن. اذا بنقلبها على الناحيه الثانيه. هنعمل برده النهارده السلطه بتاعت المطاعم الحلوه، السلطه البلدي اللي بتطلع ال التتبيله بتاعتها تتشرب لوحدها، حتى بيقدموها ساعات بكوبايات كده. فاذا الكفته اهي بتتحمر، دي نخليها في الثلاجه علشان تشد. عندنا ايه تاني؟ تعالوا نبص هنا، عندنا الشوربه. تعالوا نبص على الشوربه وصلت لفين. انا عايزه اشوف بس لسان العصفور. شايفين لسان العصفور قرب يدخل بالسوى جدا، حط النار عليه في المرحله دي واغطيه، بالذات لو اني مش هغرق، لو هقدمه دلوقتي لا اسويه للاخر، بما اني لسه بحضر حاجه العزومه وده هيتسخن قبل التقديم. نطفي النار عليه خالص ونسيبه، الحراره هتجيب تسويه لسان العصفور. هنا هنقلبهم وهنحضر مع بعض التريك اللي قلت لكم عليها، الخطوه اللي قلت لكم عليها. اذا مية البصل فكرة بتدي طعم، التحمير في الطاسة مع ناخد فحماية، بصوا سريع الاشتعال ده، ناخد الفحم ونولعه. هو لسه ما استواش جامد بس احنا هنغطي الطاسة فهيكمل السوا. خلوا بالكم من الأداة دي لأنها قوية جدا، بلاش الأطفال يستخدموها. دلوقتي بقوم حطها هنا في النص، واخده شويه زيت وحطاهم عليها، شايفين البخار ده، ومنغطي ومنوطي النار. هنا ضمننا انه هي هتتشرب نكهه الشوي على الفحم، اوطي الحراره وبنفس الوقت هتكمل سوا جوه الطاسه وهتفضل سخنه. فادي الكفته بقت جاهزه. معانا وقت قد ايه كنترول؟ طيب نطلع فاصل كده. احنا عندنا الشوربة لسان العصفور بقت جاهزة. دايما في العزومات نقعد نفكر الممبار فاضل يتقلي، المحشي فاضل يتقدم، الكفتة مش هفتح عشان نحبس النكهة الحلوة من التدخين، السلطة متقطعة جاهزة وهنخلطها مع بعض بعد الفاصل، عندنا كمان الشوربة هنا اللي فضلت بتسخن علشان نعمل الملوخية،
ونطلع الفراخ من الفرن متحمره ونقدم سفرتنا. التقديم هياخد فقره لوحدها، لازم نهتم بتقديم الاكل اللي بنعمله. نطلع فاصل اروق حواليا ونرجع نكمل باقي اطباق العزومه. نكمل عزومتنا، ده النهارده ده الجزء الثاني من العزومه. اللي عايز يشوف كل الوصفات اللي هنغرفها بالاخر من اولها لازم يتابع حلقتنا اللي عملناها امبارح، موجوده على الفيسبوك على ماي شو تي في، بيظهر لكم اسم الصفحه على الشاشه، بتنزل الوصفات وفي اول كومنت اللينك، فاتفرجوا على الحلقه الاولى اللي فيها اسرار كتير، اسرار سلق الفراخ الصح من غير اي زفاره، اسرار سلق الممبار الصح من غير اي انه يتفزر او انه يفك او انه ما يستويش، اسرار حشو الممبار، اسرار المحشي. النهارده فعلا حلقتنا هي مصريه بامتياز، واخده كل وصفه حقها ومعموله صح. دلوقتي تعالوا نبص على الكفته دي، جاهزين؟ ريحه غير عاديه، هاتوا اشيل ده، والتحمير هنا بصوا شايفين اللون ده، الادام ده، الصوص اللي طلع من تحمير على حراره عاليه، حطينا زيت بس وقلنا الكفته دي معموله ب 3 ارباع بقري وربع ضاني، طعمها وهمي، ريحتها ريحه الشوي على الفحم. دلوقتي الممبار باسراره اللي عملناها بالحلقه الاولى، من اسراره انه نسيبه يبرد عشان يتحمر، نعمل تيست بواحده، الزيت لازم يبقى سخن ونحمره قبل التقديم. فاذا عملنا مع بعض حشوه الممبار باسرارها برضه، وعملنا حش طريقه حشي الممبار بسر بسيط جدا تخليكم تعملوه بالبيت بكل سهوله، وكمان سلق الممبار والمطيبات اللي بتتحط للسلق، وازاي ولا واحده معانا اتفتحت ولا رز كتير طلع ولا اي حاجه، ازاي الحراره تبقى صح الى اخره. فاحنا هنا بس بنحمر الممبار، خليني اجيب مقصوصه، وجاهزين بطبق هنا نقربه جنبنا، مجرد ياخد لون حلو. وعندنا بالفرن الفراخ عايزين نطلعها، شايفين برضو العزومة مهما حضرنا نفسنا دايما بنبقى بنجري. بصوا الفراخ وحلاوتها، دي الفراخ اللي سلقناها وخدنا منها الشوربة اللي بنحضر منها دلوقتي الملوخية، هنحضرها وعملنا لسان العصفور، وبعدين خدنا تسبيكة المحشي، مفيش محشي الا جنبه فراخ مشويه او متحمره، خدنا تسبيكه المحشي ضربناها بالكبه او الهاند بلندر نعمناها ودهنا فيها الفراخ، دخلت سخنت بالفرن وخدت التحميره الشهيه دي. فاذا الفراخ بقت جاهزه، الممبار اهو بيتحمر، الكفته جاهزه، الشوربه لسان العصفور دلوقتي عايز اوريكم ازاي، شايفين اهي يعني استوى من غير ما يغلي، شفتوا لما طفينا النار كان الحبايه لسه غامقه ومش مستويه، احنا قلنا مش هنقدمه على طول، فاول ما يغلي غلوتين نطفيه، يبقى متحمر لسان العصفور ونطفيه. شوربه فظيعه، انا يعني اعشق الشوربه، بالنسبه لي دي علاج اصلا. هنحط لها دلوقتي سنه بقدونس، وبيديها طعم وهمي يا جماعه، البقدونس فريش كده مش وهي بتغلي، بنحطه بالاخر. الشوربة جاهزة، هنا احنا نرجع لتحمير الممبار، لونه حلو، نحمره اكتر يا كنترول، نحمره شوية كمان. طيب اذا دلوقتي اسرار الملوخية، الملوخية من الحاجات اللي مشاكلها كالاتي: واحد، الشوربة طلعت كتيرة، احلها ازاي وانا ما عنديش ملوخية؟ طيب مفيش فيها العرق، بضربها ازاي؟ اسرار بسيطه في الملوخيه هنعملها، هنعملها طريقه المطاعم، تعجبكم برضو في المطاعم، هنعملها طشه في الاول وطشه في الاخر، هنحط مقدار بسيط من الشوربه يغلي مع الطشه وننزل بمقدار الملوخيه، هتبقى الشوربه طبعا اقل بكتير من الشوربه اللي محتاجينها الملوخيه. انا عندي انه نبتدي نضيف الشوربه واحده واحده وتبقى ناقصه نزودها ولا يحصل العكس. فاذا الملوخيه من الحاجات بتتقدم بالاخر خالص، شايفين سايباها للاخر خالص. اعتقد الممبار كده خلاص ولا نزود؟ انا بحبش احمره قوي 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 عشان اصلا بحب فيه لسه الشده اللي بالممبار، بطبيعه الممبار لو حمرناه بزياده بيقرمش بزياده. فاذا كده ممبار، وعايزه اقول لكم كمان اللي بتفرجوا علينا ممكن تقولوا دي اكيد عاملاه 100 مره عشان كده سهل، خالص
يمكن دي تاني مرة في حياتي، بس لما نمشي على الطريقة الصح مش محتاجين ابدا نغير الوصفة. انا دايما برجع شخصيا لما اجي اعمل الاكلة دي بعد اسبوع بعد شهر بكتب على اليوتيوب ميشو منبر وبتفرج على الحلقة كاملة وبعمله، برجع بفتكر التفاصيل دي. مش كل واحد فينا هيقدر يحفظ كل التفاصيل، عشان كده احنا حلقاتنا كلها موجودة من اول يوم ابتدينا 4 اكتوبر 2020 وانا معاكم. كل حلقاتنا موجودة على اليوتيوب، متقسمة مواسم، متقسمة رمضانات، متقسمة بصفحة القاهرة والناس على اليوتيوب، وبقالنا فترة لينا صفحة خاصة على الفيسبوك برضو سهلت كتير للناس انه يلاقوا الوصفات. بس عموما يعني اتحداكم تكتبوا مي يعقوبي او مي شو اسم الوصفة ما تلاقوناش عملناها بدل مرة 20. وقتنا قد ايه كنترول؟ طيب تعالوا نعمل السلطة، هاتوا نحط دي على جنب سخنة، نحط الفراخ على جنب نغرفها بالاخر. بس فعلا الفراخ دي هتدعولي عليها، خدنا منها سلقناها وحمرناها، خدنا منها احلى شوربه وحطينا عليها تتبيله اللي هي تسبيكه المحشي، فطلعت يعني ادتنا شوربه وتحميره الاثنين في شكل بسيط وبوقت سريع. بالنسبه للسلطه عندي ايه؟ عندي طماطم، خيار، عندي بقدونس، وممكن تحطوا كمان كزبره وبصل. هنحط لها ايه؟ هنحط لها خل، دي بيبقى ميتها كتيره شويه، اوكي دي بتاعه المطاعم. وهنحط لها ليمون، ادي الليمون، اذا خل وليمون. هنحط لها ميه، قلت لكم تبقى مرقتها كتيره، بنحط لها شويه ميه، وبنحط لها ملح وفلفل اسود، دي بتاخد فلفل اسود، فهنحط شويه فلفل اسود والملح وكمون. اذا خل وليمون، ملح وفلفل اسود وكمون وميه، نحط شويه كمون، وهنحط لها نقطه زيت، زيت نباتي، وهنقلبها، وهنحطها بطبق كده تقليدي بسيط. احب اقلب السلطه بايدي الصراحه، التبولة والفتوش وكل السلطات بحس الايد بيبقى فيها بركة اكتر. هنقلبها، شايفين ميتها بتبقى عاملة ازاي؟ بيبقى فيها نسبة مية عالية، وحسها عايزة كمون اكتر، وممكن تبقى مشطشطة، ممكن نحط فيها شطة وممكن نحط فيها فلفل حرق، يرجع لكم. احنا النهاردة اكلنا مظبوطة الشطة فيه، فدي حاجات اختيارية دايما. بصوا باخد البصل كده بفرفته بدعكه بايدي، هطلع فاصل اكمل تقليب كده السلطه، اطلع الممبار من على النار من الزيت، ونرجع نعمل الملوخيه ونبتدي نغرف احلى عزومه مصريه سهله وشهيه باسرارها الكتيره اللي موجوده في حلقتين اللي عملناهم. استنونا. جينا لتحضير الملوخية. الملوخية عندنا النهاردة مجمدة، فكناها خالص، سبناها برة تفك. عندنا الثوم وعندنا الكزبرة وعندنا شوربة الفراخ اللي حضرناها في حلقة امبارح، ارجعوا لها على اليوتيوب. هناخد دلوقتي الشوربة هنا جنبنا سخنة، هناخد زيت لورو، هنحط شوية زيت، عندنا شوية ملوخية مش كتار. هعمل جزء من الطشة الأول، هاخد ثوم بالاول اهو، نحمرهم ونحط لهم شويه كزبره، بس اخلي الثوم تتحمر الاول. وشوربتنا جنبنا والمغرفه جنبنا، ما بنحمرهاش نفس تحميره الطشه اللي بنحطها على الوش، تاخد يا دوبك لون ذهبي كده، واول ما يبقى لونها ذهبي بنحط لها الكزبره عشان ما تتحرقش لو حطيناها في الاول، شايفين لونها ذهبي ازاي. وبعدين بنقوم واخدين الشوربه، تعالوا هنا، ونحط زي ما اتفقنا، شوفوا الشوربه على طول مع الثوم والكزبره، دي اصلا يعني لوحدها اكله كده. هناخد شويه شوربه في الاول نقلل الحراره، وننزل بكميه الملوخيه اللي هتبقى اكتر من الشوربه. نحط الملوخيه وناخد معلقه خشب ونقلبها،
سهل جدا اني ازود شوربه، صعب جدا نقلل شوربه لو ما عنديش ملوخيه زياده. دايما نقعد ندور في كيس ملوخيه في شويه نزود، بنقلبها وما بنغليش الملوخيه قوي، احنا عايزين يبقى لها عرق. عارفين المطاعم مؤخرا ابتدينا نشوف ازاي بيعملوا الشو بتاع الملوخيه، دي مش بس شو، دي طريقه لتقليب الملوخيه من غير ما نفك العرق بتاعها. بصوا الملوخيه باينه انها تقيله، نبتدي واحده واحده، الشوربه اهي جنبنا، نزود ونقلب عشان ما تطلعش كتيره الشوربه. انا هنا خلاص هطفي على شوربه لسان عصفور، كنت بسخنها، غرفنا الفراخ حطيناها على السفره اهي، وحطينا برضو طحينه وبتنجان مخلل وسلطه، السلطه اللي عملناها، وشايفين جنب السلطه في كوبايات، ده بيسموه الويسكي بتاع السلطه، ده الويسكي الحلال، ده بينزل كده بالكوبايات جنب السلطه. ده عباره عن خل وليمون، كمون، فلفل اسود، وملح، وميه. بندعك السلطه كويس وبناخد ده بكوبايات. انا النهارده عامله لكم اسرار المطاعم. انا كده مش محتاجه ازود للملوخيه اي حاجه، يعني كميه الشوربه تعالوا نشوفها مع بعض اهي، ممتازه. طيب نبتدي نقلبها تقليبه المطاعم. هاتوا ننظف هنا، الكفته جاهزه، المحشي جاهز على الغرف، الممبار اتقلق، احنا في اخر مراحل تحضير السفره. بصوا بقى نبتدي نقلبها، شايفين بسم الله ما شاء الله العرق. بصوا تاني، جيب لنا العرق يا مخرجنا. بصوا شايفين، ادي احلى ملوخيه، ولا تقولوا لي مطاعم ولا حاجه. الطريقه دي هي طريقه تقليب من غير ما نغلي الملوخيه زياده، ومن غير ما نقعد نضربها. في ناس تضربها بمضرب سلك، وفي ناس تقعد تقلبها كتير، ده كفيل انه يقطع العرق اللي انتوا شفتوه ده. احنا دلوقتي بنرجعها بس على النار كده، تاخد مش غلوه يعني، على نار هاديه اهو، ونعمل جنبها الطشه. طشتنا اللي هنحطها على الوش، هننضف بس جنبنا هنا. اذا الملوخيه هاتوا ادوقها، دايما الواحد بيعرف من الذوق ظبطتها عالمية، لأن الشوربة أصلا حلوة جدا. هنعمل دلوقتي الطشة، هنحط زيت وناخد نفس ما عملنا بالأول. شوربتنا خلاص بقت جاهزة، والملوخية تقريبا جاهزة. هاتوا هنا نطفي، نحط الحرارة هنا، نعلي على أعلى حرارة. طيب هاخد الثوم والكزبرة. اذا بعد الفاصل هنعمل ايه؟ هنغرف المحشي ونغرف الممبار ونغرف كل السفره الحلوه اللي عملناها النهارده، كانت تستحق حلقتين. اذا بنحمر الثوم اهو هنا، تعالوا برضو اخر تقليبه للملوخيه. بسم الله ناخدها بلونج كده، ملوخيه مصريه خضراء وشهيه بعرقها اللي بتتميز في الملوخيه المصريه، ولا قلبنا ولا عملنا حاجه اهو. هنا بقى بنحمر التومه شويه اكتر، قلنا النهارده اكلنا كله بزيت لورو، زيت مصري بجوده عالميه، وبنحط كمون كزبره سوري اكتر شويه من اللي حطيناها في الاول، وبنفس الوقت مدعم بفيتامين الف وفيتامين دال وخفيف على المعده. بسم الله الرحمن الرحيم، وكشينا الملوخيه. دي من احلى واعرق الاكلات المصريه، بتتعمل في الوطن العربي كله، لكن انا بكل جداره بقول انه احلى ملوخيه نعمل هي مخرطه، لان في ملوخيه ورق، تذهب جائزه احسن ملوخيه الى المطبخ المصري. رائعه. طيب انا هنا شوربه لسان العصفور ممكن ازود لها سنه من الشوربه دي، لانه هي زي ما شفتوا لسان العصفور خد باش شويه، لانه احنا استنينا عليه، فهزود عليه الشوربه دي، هي نفس الشوربه اللي احنا حضرناها. كنترول، نطلع فاصل يلا، ونرجع نبتدي نغرف. يلا هننضف المطبخ ونروق، نغرف المحشي والكفته والممبار، ونروح مع بعض على سفرتنا الشهيه اللي ابتديناها في حلقه امبارح ونكملها بحلقه النهارده. تقدروا تلاقوا حلقه امبارح على صفحتنا على الفيسبوك، وموجوده كمان على اليوتيوب. استنونا بعد الفاصل نغرف احلى عزومه مصريه.
يلا بينا بسم الله نغرف الشوربة. شايفين لسان العصفور لو كنا سويناه كده وسبناه، يعني وصلناه لمرحلة السوى دي وسبناه كان باش أكتر. الشوربة دي لا غنى عنها، طعمها يجنن يا جماعة. يعني دايما لما نعمل الأكل ده أنا بحب أحمر الفراخ بالفرن، بس ما بحبش أضيع الشوربة. شوربة الفراخ متعمل صح بتبقى زي الدواء، زي العلاج للمعدة، وبالذات في البرد اللي احنا فيه ده. هرش لها شوية بقدونس، وتعالوا دلوقتي نغرف المحشي. بسم الله الرحمن الرحيم. وصفة المحشي هتلاقوها بحلقة امبارح، الحلقة دي اتعملت على جزئين عشان هي حلقة عزومة، ناخد وقتنا فيها ونحضر كل حاجة صح. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، نغرف المحشي. يا سلام، طبق محشي يجنن. شايفين الإدام اللي نازل منه ده ومستوي زي الفل على الطريقة التقليدية البسيطة. شايفين ازاي الخضرة كلها حطينا، ممكن بالآخر أقول لكم سر، بالآخر نحط معلقة زيت كده خفيفة بعد ما يستوي ويتفلفل بتلمع الخضار. تعالوا نوديها على السفرة، مش عايز يتحط له أي حاجة، هو يتحط جنب الفراخ المشوية ويبقى السنتر للسفرة. إذا غرفنا المحشي، حطينا جنبه الفراخ، حطينا الملوخية جنبها بتنجان مخلل وجنبها السلطة، وطبعا العيش البلدي لا غنى عنه والطحينة. تعالوا دلوقتي نغرف مع بعض الممبار، نعمل طبق حلو للممبار. كانت الخطة نحط الممبار مع الكفتة، دلوقتي الكفتة ما شاء الله أنا كملت في الفواصل الكمية اللي كنا حضرناها مع بعض، مش احنا عجلنا عجينة الكفتة مع بعض، فحطيت الباقي سويتهم وضفتهم عليهم، فهنقدمه بطبق لوحده. هنا هناخد الممبار جنبنا ونحط بقدونس، نوزعه في الطبق. وزي ما قلت لكم انا ما بكنتش اعرف اعمل الممبار، الطريقه دي سهله جدا، يعني هتشجعكم انكم تعملوه في البيت. فاكرين ايام الكورونا اتعلمنا نعمل كل حاجه في البيت، من اول العيش ل حتى عملنا لبن اللوز ولبن جوز الهند وكل حاجه. حلو الواحد يتعلم اصول الحاجه ولو مره واحده يعملها ويعرف اصولها. نوزعهم بالشكل ده، نحط شويه بقدونس هنا، وادي طبق الممبار اللي هتتعرفوا على اسراره وطريقته في حلقه امبارح اللي موجوده على صفحتنا على الفيسبوك وموجوده على صفحتنا على اليوتيوب. هنحط فلفل حراق لانه هو اصلا الممبار زي ما قلت لكم بقى مشطشط شويه. ادي الممبار وادي الشوربه، هنقلهم على السفره. تعالوا نغرف الكفته. كفته نسخنها ازاي؟ نحط لها نقطه ميه ونعمل ديجليزنج كده، نحط الكفته كده في النص. دي من يعني كيلو لحمه، بصوا عمل لنا طبق كفته. ننظف الطبق ونحط حواليها شويه بقدونس. ده الكفته دي تتاكل ازاي بقى؟ عندنا رغيف العيش البلدي وعندنا طحينه حطيناها على السفره مع طحينه وعيش بلدي والبقدونس وال، نوزعه كده حواليها، وكمان عندنا السلطه، فساندوتش كده تعملوه من كفته وطحينه وسلطه و العيش البلدي، وتدعوا لي وتغمسوا الإدام اللي نازل منها ده، طعمه يجنن. وصفتها كانت سهله جدا، هي مخلوطه من اللحم البقري والضاني. ادي طبق الكفته البسيط جدا واللي الواحد بياخد على قد ما هو عايز. ادي طبق الكفته. اذا هننقل على السفره، تعالوا ناخد الممبار. عزومتنا بقت جاهزه، عزومه مصريه اصيله. بصراحه ناقصها ايه؟ اقول لكم ناقصها ايه، اعملوا رقاق، صينيه رقاق باللحمه المفرومه وتبقى كده كملت. بس وقت الحلقه ما سمح لناش، شايفين قسمناها ما شاء الله على حلقتين علشان نعمل كل حاجه على اصولها. اخد الشوربه اللي بالنسبه لي على فكره من اهم الاطباق اللي موجوده على السفره دي، هي الشوربه، لان شوربه الفراخ اللي معموله صح ذهب. نحط الشوربه هنا واقول لكم انا عايزه ادوق ايه. انا عايزه ادوق ساندوتش الكفته اللي قلت لكم عليه، تخيلوا هناخد نعمل ساندوتش الكفته اللي قلت لكم عليه. ناخد
العيش، نجيب معلقه، اين المعلقه، ناخد شويه من الطحينه نحط عليها شويه من السلطه. بصوا السلطه، طحينه، شويه بقدونس، ونحط الكفته، وناخد اللقمه دي ونرجع الى المطبخ. بدايه كل حاجه حلوه في بيوتنا، بدايه اللمات الحلوه، بدايه الجماعات الحلوه اللي بتتجمع العيله حوالين اكله حلوه زي دي، بدايتها المطبخ. اهتمينا بنظافه المطبخ، وشوفوا لما خلصنا تقريبا مطبخنا نظيف. عندنا كم حله كده، دايما في العزومات حاولوا نظفوا اول باول، وخلوا مطبخكم نظيف عشان تستمتعوا بالعزومه. تعالوا ندوق مع بعض الساندوتش ده، ويا رب دايما كل العائلات متجمعه مع بعض باوقات حلوه وهداوه بال وراحه بال. طعم التدخين، نبص على سفرتنا تاني كده يا مخرجنا. الكفته طعمها يجنن، الكفته واخده كل نكهه الفحم الحلوه، الممبار معمول على الاصول، المحشي محشي الاصلي، شوربه، ملوخيه، بتنجان مخلل، فراخ. عزومه على حلقتين، هتلاقوهم دايما على صفحتنا على الفيسبوك، هتلاقوا وصفاتنا دايما موجوده. احنا مكملين على فكره بالعمل والدعم، مكملين انه دايما ندعي لاهلنا بفلسطين، مكملين في هدنه كده شويه سمحت لنا يعني نفكر كده باكل حلو. الواحد كان يعلم الله الفتره اللي فاتت كده بياكل او ما بياكلش، يعني بياكل كده اي حاجه تمشي الحال. اطمأنينا سنه على اهلنا، ويا رب يعني نطمئن عليهم اكتر واكتر، ونتجمع يا رب كلنا باكلات حلوه من مصر وفلسطين وكل الوطن العربي. مكملين في مد جذورنا في وصفاتنا الشرقيه، ويبقى المطبخ المصري فيه اسرار كتير هنكتشفها مع بعض. بحبكم جدا، شوفوا الحلقتين زي ما قلت لكم هيفضلوا موجودين على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، وجربوا الوصفات، اعملوا الاسرار دي وهتدعوا لي. بحبكم جدا، باي.